السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس جيمز، مقطع جديد زي ما شايفين. فيفا 20 نمط المهل الهلال، حلقة جديدة. حلقة اليوم راح يكون عندنا حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب. أمام مين؟ أمام يوفنتوس. طبعا السنة اللي راحت فيفا 19 كان حفل اعتزال قدام برشلونة. الآن بعد ما وصلنا بعيد في السلسلة، حفل الاعتزال راح يكون أمام يوفنتوس، فراح يشارك هذه المرة العديد من الأساطير في هذه المباراة. راح ندخل بالطقم الأزرق اليوفي بالطقم الاحتياطي، ولا اقول ازرق واسود، كلها يعني فيها فرق اقصد. خلنا نوريكم تشكيله. راح يكون عندنا لعيبه يعني مشاركين في حفل الاعتزال: ميسي، بوفون من خارج النادي، لكن اوسكار وراموس لعبوا معانا في الكارير، يعني اللي ما شاف يرجع يشوف الحلقات الماضيه، فراح نستخدمهم كاساسيين. ميسي وكلهم يعني العيال، عرفتم كيف؟ فراح تكون دقيقه، انا بضبط التكتيك بافضل شكل ممكن تشوفوه يعني عشان تطلع الحلقة حلوة. فراح نستدعي بوفون. بوفون راح يكون أساسي، راح يلعب قدام فريق اليوفي. طبعا الكابتنية راح تكون أكيد لمين؟ لصاحب حفل الاعتزال محمد الشلهوب، اللي راح يبدأ أساسي، راح يكون هو كابتن الفريق. أيضا ميسي راح يبدأ أساسي. خلنا الآن ندخل ميسي. حلو، تعالي ليو. وايضا راموس راح يبدا اساسي، فراح تكون تقريبا التشكيله بهذا الشكل. انا اشوفها عند سبت تشكيله ندخل فيها هذه المباراه، خلاص تشكيله جدا ممتازه، ان شاء الله انه راح نحقق الفوز فيها وراح نهزم اليوفي. محمد شلهوب 39 عام، لاعب كبير، قدم عطاءات كبيره في كره القدم. الساعة 8 كينج سعود يونيفرسيتي، 4 دقائق، الصعوبة اسطوري. طبعا اللي ما شاف الشرح حق كيف تجيب ملعب جامعة الملك سعود راح اترك لكم ان شاء الله الرابط في الوصف. فاربع دقائق الصعوبة اسطوري وعلى ملعب الجامعة. ندخل على المباراة ونرجع، ولا اقول لكم خلوها 5 دقائق. ندخل على المباراة ونرجع لكم. وها نحن في ملعب الجامعة، جمهور يوفنتاوي كبير في هذا الملعب. بيومينيتي كالشيو او ما يسمى بيوفنتوس امام الهلال. طبعا حقوق اليوفي موجوده في اللعبه بسبب مين؟ بسبب بيس اللي ما لها داعي انها اخذت حقوق اللعبه. فزي ما شايفين ميسي، كاريو، جوميز، جوفينكو، راموس، بوفون، محمد الشلهوب، كويلار، شهران، البريك، جنج هيونسو. امام مين؟ امام كريستيانو، ديبالا، الاسماء القويه. وين؟ في حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب. مباراة كبيرة. بيومينيتي كالشو راح يبدأ بحراسة المرمى. تشيزني، ألكساندرو، ديليخت، بونوتشي، كوادرادو، بيانيتش، ماتويدي، سامي خضيرة، ديبالا، رونالدو، وهيغوين. شوف الدون وجوميز يسلمون على بعض، الله يكفو. تشكيلة زعيم اسيا الهلال. بوفون طبعا ما ادري ايش فيها اللعبة، ما هم راضيين يحطون الاسماء. الشهراني، راموس، جنج، البريك، الشلهوب، الاسطورة، كويلار، ميسي، كاريو، جوفينكو. والهجوم جوميز. طبعا شكلهم فيفا شالوا الرقم 10 من الاسطورة محمد الشلهوب عشان لا يعني كيف اقول لكم؟ ابى اوصل لكم اياها بس من عيال، عشان اني قلت ميسي وهو رقم 10، خلاص؟ شفتوا كيف؟ بس خلينا نشيل الاعدادات هذه بتنكبنا في المباراه. حلو خلاص، الان المباراه جاهزه للبدء. بسم الله تنطلق القمه. دي الاخت اضغطوا عليهم ضغط عالي لعيبه الهلال. سامي خضيرة، خوان كوادرادو، باولو دي ذا اليوفي ما ينبزح معاه، خطيرة. لعبوا معانا في حفل اعتزال محمد الدعيع والحين حفل اعتزال الشلهوب. يا السلام يا رمز، خطيرة. الله يا بوفون امام فريقه يتألق بوفون، وحش يا شيخ. خطيرة عند ديبالا والشلهوب.
والله ديبالا ما هو محترم الشلهوب اللقطة الماضية. تعال تعال يا راموس شهراني شلهوب. السلام يا محمد. كاريو حلوة حلوة لاندري. كاريو لليو جول. لا الليو جنك. راموس تتكلم عن ارقام، ياسر تتكلم عن بطولات، تتكلم عن كؤوس. طبعا ما راح اعلق على المباراه، لكن يعني قاعد اتكلم بس لان ما في سالفه افتحها لكم، عرفت كيف؟ يلا الشلهوب، والله الشلهوب يا جماعه قدم مسيره حلوه معانا. وحش الشلهوب. حاولنا حاولنا لكن صدى شزني. خطيرة الآن، مرتدة علينا يا جماعة، شدوا حيلكم. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. خوان كوادراجو ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. ماتويدي هدف أول لليوفي. طار لها طار. الكرة حطها براسه. ماتويدي يسجل الهدف الأول. حاولت اغطيه بالشلهوب بس ما في امل. هدف اول لليوفي في حفل اعتزال الاسطوره، لكن هذا هو الاسطوره. شوف شوف اللمسه. هدف اول في المباراه، تقدم الان حلو. هدف مقابل لا شيء. ما يمزحون لعيبه اليوفي، حتى ما هم محترمين الفلوس اللي دفعناها لهم عشان يعني يخلون الشلهوب يطلع بشكل ممتاز في الحفل. لكن الشلهوب راح يطلع بدون ما تساعدونه يا اليوفي. جوميز يا جوميز شد حيلك، رحم اهله. والله هدف هدف عالمي. إيغواين يسجل الثاني لليوفي. شوف الكورة، والله كورة صعبة صعبة على بوفون وصعبة على أي حارس في العالم. شوف شوف إيغواين حطها حط، لكن أنا بعدل على التكتيك. واضح إن التكتيك بخلي كل اللعيبة يهاجمون. نعم شفتم كيف؟ لازم يكون معتدل، لازم كذا بذا الشكل. والتعليمات جدا ملعوب فيها، أنتم شايفين كيف الأظهرة فاتحين مساحات، فلازم نعم نستغل الفرص في اللقطات الماضية جدا. لذلك خلاص الحين ان شاء الله يعني ما راح يقدر يسجلون اهداف من جديد. خذوها مني، صارت ثلاثة. اهداف عالمية قاعدين يسجلونها اليوفي علينا. والله اليوفي ما عندهم رحمة، والله ما عندهم رحمة. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة. حمد شلهوب. يا السلام يا شلهوب. ألكساندرو. مستحيل. مع بداية الشوط نزلنا أوسكار والحارس عبد الله معيوف وسالم الدوسري. والله الشلهوب ما راح يقدر يسوي شيء، إن كان في الشوط الأول بأكمل لياقته مو بقادر يعني يقدم شيء، فما بالكم هو باللياقة ذي السيئة. لكن ما قصر محمد. كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. محمد البريك. يا سلام يا ليو، يا سلام يا ليو. أنا عارف إنه سالم فاتح، لكن أنا أباها توصل للشلهوب. كملها يا شلهوب. حلو يا أوسكار. يا السلام يا معيوف.
اللي ما يقدر عليه بوفون يقدر عليه عبد الله المعيوف. وينك من زمان يا عبد الله؟ يا سلام يا معيوف المعيوف، اعطيناك عين اعطيناك عين والله اعطيناك عين. رونالدو يسجل الرابع، حلو. ميسي ميسي عاد لا تجوني بعد المباراة تقولوا لي شكلك تشجع يوفنتوس او تكره الهلال، والله ما لها دخل. والله انا حاط صعوبة اسطوري، وانا دائما تردد الاسطوري صرت، لكن انت تتكلم اني قاعد العب الهلال واليوفي، او يعني اي فريق في العالم لو تلعب ضد اليوفي وهو مثلا اقل من 5 نجوم صعب تهزم اليوفي، وانتم شايفين عناصري خاصة الدفاعية يعني اظهرة بسهولة تعد منهم، وما عندي حارس كويس، بس هجوم وهجومي قدام دفاع اليوفي ما يقدم شيء. السلام يا معيوف، حماها لك يا معيوف، شد حيلك. يا رايق يا شلهوب حكم. هي يا جنق ما يمشي الدون. الله المعيوف ما قصر، الله المعيوف ما قصر. رايق يا معيوف رايق. اخيرا توصل لك الكره يا سالم، عاد وصلت لك، شد حيلك. والله ما قدر يراوغ كوادرادو. مباراة حلوة، مباراة حلوة جدا. انتهت المباراة بخير او شر، خسرنا 4-0. والله يعني عاد وش نسوي؟ لو انا يعني الصراحة اني اعطيت التعليمات من بداية المباراة، وممكن بديت بالمعيوف من البداية، ممكن انه ما كنا نستقبل 4-0، ممكن يعني تنتهي 2 حولها. لكن خلاص هذه كرة القدم. اتمنى يعني جماهير الهلال لا يزعلون، كلها عاد لعبة وحفل اعتزال للاسطورة محمد شلهوب. ف ممكن في ناس جديدين على القناة اليوم يشوفون هذا المقطع، فإذا كنت جديد على القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات وانشروا هذا المقطع في كل مكان. خلونا نوصل 40,000 مشترك في أقرب وقت. كان معك فارس فارس جيمز في مقطع ثاني بإذن الله، مع السلامة.